الله واجدين فيديو جديد. السلام عليكم، اليوم فيديو جديد، مرحبا بكم في هذا الفيديو من سلسلة مواقف. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف، بما اننا قربت ل 2020 اللي واحد السنه اللي كانت انا بالنسبه لي شخصيا كوتي ديال هادشي ديال كورونا والتخربيق كامل اللي طرا هي سنه نيجاتيف، ولكن كوطي عمليا كداكشي اللي الحمد لله درت في 2020 كنعتبره بوزيتيف. داكشي اللي جيت نشارك معكم هادشي ومام طون قرا الاجوبه ديالكم اللي كنت سولتكم في انستغرام، اللي باي ذا واي هو هذا ولا هذا فين حطوه هنا. المهم سليم دوت حميدي تلقاه في انستغرام، جاوبتوني على شنو هما الدروس المستفاده في 2020. هاد الفيديو بغيتكم كاملين تفرجوا فيه حتى الاخر كما تنقولوا ديما، لايك سبسكرايب وداكشي كامل زوين، حطوا شي كومونتير لتحت، وحتى في وسط الفيديو كتبوا لي شنو هما الحوايج اللي استفدتوا في 2020، لا الحاجات اللي نيجاتيف ولا الحاجات اللي بوزيتيف، باش كاملين نشاركوا هذا الكم الهائل ديال التجارب وكل شيء يستفد، وعلاش لا 2021 تكون سنه ديال نهربوا فيها في النيفو كما تيقولوا. دابا المشكل كتكون في شي ابيل كتنسى لي زيكوتير تكنيك، عيدوهم الله يرضي عليك. قبل ما نبدا نقرا لي كومونتير ديالكم نهضر على انا بيرسونيلمون كيفاش دزت عندي 2020. كما كتعرفوا في اخر 2019 كنت شاركت في واحد المسابقه في قطر ديال الكاليغرافي الخط العربي، والحمد لله جاب التيسير، جيت فيها انا الاول، ربحت فيها وكنت ناوي كون ما كانتش كورونا كان عندي بزاف ديال لي زيدي وبزاف ديال الاتفاقيات كنا درناهم على اساس 2020 غادي نديروا دي بروجي ديال الخط، غادي نديروا معارض في المهم دوليه في شي بلدان الى اخره، هادشي كامل كان هو اللي مبلاني. ولكن بما ان جات الجائحه ديال كورونا تليميتا ما بقاش السفر، تمنع كل شيء، هاد لي بروجي كاملين تحبسوا. دونك الواحد شنو خصو يدير؟ خصو يكون عنده 6 ولا 5 د الحوايج اللي كيدير في حياته باش اوموا يقدر ماشي يعيش، ولا ما كنهضرش انا دابا على الماده، كنهضر على لي كومبيتونس ديالك انت يوميا شنو وجدتي لهاد لوكا ديال كورونا. سنين والناس غافله، وهادشي اللي قريته هنا في لي كومونتير ديالهم، غافله على ان هاد الجائحه هادي ليميتات الحياه ديال بزاف ديال الناس ولا كاع الناس، ليميتاتهم بواحد الطريقه لان ما تخرجش من الدار، تبقى جالس الدار نهار كامل، تقدر تخسر خدمتك اللي قالوا لي بزاف ديال الناس. انا كوم كاليغرافر ما بقيتش خدام بالكاليغرافي حيت السوق ميت هاد الساعه في الدومين ديال الخط، فيمكنش تبقى معول عليه، هو خصو يكون عندك بزاف ديال لي زالتيرناتيف. وهادشي اللي كنا كنهضروا عليه في 2018 في الفيديوهات اللي كنت درت على ميرج بين امازون والتجاره الالكترونيه، الناس بداو ديروا شي حاجه في الانترنت، تعلموا حوايج جداد، ما تبقاوش معولين على حاجه واحده. ماشي تنقول لك انا على حق، ولكن هادشي راه كان اوبفيز واضح، واحد النهار غادي كلشي يولي ديجيتال، كلشي غيولي بار انترنت. ومع ذلك الحجر الصحي عطانا فرصه اكبر اننا نراجعوا راسنا ونحاولوا نراجعوا راسنا، نشوفوا داكشي اللي كنا كنديروا، باش كانت الحياه زوينه وما كانوش لي ليميت، وكان كتخرج فوق ما بغيتي، تدخل فوق ما بغيتي، تلاقى مع من بغيتي، فهمتي، كان كلشي بخير، كناش رادين البال. كي جات هذه الجائحه ردات كلشي عفيقه شفيق كما كنقولوا بالدارجه. اللعيبه كامله فين كاينه؟ انا الحمد لله جيت بديت كنعيش في تركيا في 2010، 2010 اللي بديت كنعتمد على راسي، باش بديت كنعتمد على راسي تعلمت اهم درس من هادشي كامل، هو كيقولوا اصحاب الجيمنج بزاف السيرفايف، يعني كيفاش تقدر البقاء على قيد الحياه بهذا المعنى. كاينين واحد السنوات دوزتهم ما بين 2011 2012 2013 راه كنهضروا في البقاء في الحياه، بما ان ما عندكش مصروف من تخدم كدير تسلك راسك، ولكن كامل جا الحمد لله كان الوالد والوالده تيعاونوني واحد بواحد البركه، ولكن انا كنت كنحاول ديما نعتمد على راسي. هذا الشيء اللي كيخلي الواحد انه يكون موجد راسه من بعد 7 سنين ولا 8 سنين، انك كتكون معتمد على راسك، كتعيش بوحدك، هز المسؤوليه. واحد المقوله اللي كنت قلتها في واحد الفيديوهات ديالي، شنو قلت؟ المسؤوليه هي واحد الحاجه اللي خصكم نتوما تقلبوا عليها قبل ما تجي عندكم، يعني عوض ما تساين حتى نهار تولي خصك مجبر انك تعتمد على راسك وتولي مسؤول على داكشي اللي كدير، لي ديسيزيون اللي كدير، تكون او موان مجرف بزاف د الحوايج باش كنتي مرتاح، باش نهار يجي الاخر تكون عندك واحد فهمتي واحد شويه ديال الاكسبيرونس، كتعرف تعرف كيفاش تتعامل مع الامور وتاخذ لي ديسيزيون اللي يقدروا يخليوك توفق في داكشي اللي كدير. اول كومونتير وعجبني بزاف هو ديال ايوب، قال لي الحمد لله على النعم اللي كنا فيها وحاسبين حاجات بسيطه وتعودنا عليها، مثلا على لو في انك تخرج للزنقه شي حاجه اللي كانت عاديه، ولكن دابا كتحس انها شي حاجه عندها واحد فالور. انترنت كما قلت التجاره الالكترونيه الالاف ديال الناس عاد بداو في 2020، في حين كان خصهم يبداو في 2018 2017، علاش؟ باش تكون واجد انت لهذا الشيء اللي كنعيشوا فيه حنا دابا. واحد الكومونتير من عند ناديه قالت لك الفراغ والوحده ممكن يخليك تكره الوجود ديالك. لا اتفق، ديما تنقول الحاله اللي تكون انت عندك سلبيه تقدر تستفد منها دروس اللي ما تستفدش من واحد الحاله ايجابيه، مثلا تقول لك الفراغ الوحده شي حاجه اللي خايبه، الفراغ راه ناس ما تيقلبوا باش يكون عندهم فراغ باش يديروا شي حاجه، عندك فراغ استغلوا في شي حاجه اللي تستفد فيها، نسد الواتساب
ديزوري الخوت كان الواتساب محلول. تخيلوا دابا انت عندك 18 19 وما نقولوش لاج حنايا، انت كبير سيدي فلاج وعندك الفراغ. انا كون عندي الفراغ كنحاول نتعلم شي حاجه صافي ستريت هكا، عاد يوميا اقسم بالله كنحاول ديما يوميا نتعلم شي حاجه جديده في اي مجال كانت، في نفس المجال اللي تنخدم فيه انا وكنحاول نطور راسي فيه. ويوميا اللي كان عندي وقت فراغ نستغله شي حاجه اللي تفيدني. منين ما عنده الفراغ وما كيستغلوش راه والله الا حشومه وعبار انك تكون عندك الوقت هكا متسع ومرياح مكسال ما تدير حتى شي حاجه. شنو كتهضر في هذا كتهضر في هذه كدير مع هذا كتخرج مع هذه الخروج ما بقاش انا عارفين كاينه كورونا. مي كتجي واحد الوقيته نهار كيقول لك السي جمع راسك راه خصك اليوم دير كذا كذا كذا، كتولي خصك تعتمد على راسك. ما كنتش عارف. لا قبل ما تقول ما كنتش عارف وندمت على هذيك كلمه ندمت ما توصلش ليها فهمتي. واحد الكومونتير من عند زهير قال لك ما تثقش في صحابك ولا صحابو، ندير في بالك الخدمه في اي لحظه تلقى راسك جالس في داركم بدون شغل. واحد النقاش كبير تيكون واش الصالير اللي مزيان ولا الفريلانس اللي مزيان. كل واحد كيعرف شنو المؤهلات ديالو وشنو يقدر يدير ويكون واقعي فهمتي. انا كنعرف هذه الحاجه ولا نقدر ندير هذه الحاجه خصني نجرب، يكون عزيز عليه الريسك. هذه اللعيبه اللي قالت تلقى راسك بدون شغل خص تكون واجد ليها. نعطيكم مثال، انا الدومين اللي قريت 13 عام من 14 عام ما خدامش به انا حاليا حيت قضيه وقفات، ولكن واش معنيت انا داك الدومين تخليت عليه؟ لا، غير داير ليه بوز بيد ما ترجع الامور المجرى كما تنقولوا وغادي نعاودوا نخدموا حنا في الكاليغرافي مره اخرى. ولكن او ميم طون عندي 3 ولا 4 ديال لي دومين اللي خدمت عليهم لي سنوات 5 سنين، هي يوتيوب، الفيديوغرافي، الفيلم ميكين، التصوير، ميرش باي امازون، كي دي بي، اي كوميرس. فهادو 6 7 ديال لي دومين كتدور بيناتهم كيجيبوك في اخر الشهر واحد المونطون اللي تقدر تعيش به، وكتحاول هذاك المونطون تزيد تطور به البيزنس ديالك وكتزيد تكبر. سليم اللي كان كيدير فيديوهات مثلا في 2019 ماشي هو ديال دابا، كنت كندير فيديو مثلا في شهر ولا في شهرين، دابا وليت كندير جوج فيديوهات في السيمانه. علاش؟ حيت فهمتي خصك تخدم يوميا، كندير فيديو تندير ليه مونتاج تندوز النيكست وان، تندير مونتاج تندوز الاخر. علاش؟ كتولي روبوتيك في دماغك. هاد اللعيبه تنكررها بزاف، تنقول علاش الشباب اليوم كيقلبوا على الاستمتاع؟ فكاين شي حوايج ما تستمتعش فيهم صح خصك ديرهم بغيتي ولا كرهتي. الفيديو حطيته البارح اليوم تنصور باش نحط نهار السبت. الكاليغرافي لا ميم شوز، كانت عندي مسابقه ولا طابلو خصني نكملو 45 يوم ما كنقلبش على المتعه ولا الاخر، كتخدم حتى كتسالي هذيك الحاجه عاد كتقول واو الحمد لله راني ساليتها. فلذلك اي حاجه كديروا ما تبقاوش تقلبوا على اول حاجه هي المتعه ولا حكا الا خدمت في هذه واش يجيني الملل. اين علبوا الملل؟ انا الملل ما تنتسوقش ليه، كتولي عديم الاحساس في الخدمه. ما تجيك هذيك الصعوبه ديال هادشي صعيب، صبر، الصبر هو المفتاح، الصبر مفتاح الفراش فهمتوا. دونك حاولوا تبداو تخدموا، حاولوا ما تبقاوش تقلبوا على المتعه في الاول، سير خدم دير اللي كيهم هو هذاك الجول، هذاك الهدف اللي حطيتي واش كملتيه ولا لا. من تكملوا ديك الساعه تستمتع. شنو نقدر نقول لكم؟ واحد الجواب من عند وئام قالت لك الصلاه ثم الصلاه، هذه مهمه بزاف، حاولوا تحافظوا على الصلوات ديالكم وما تبقاش كلاكسوني وعباد الله. شنو راه نصور لكم لتحت نوريكم كي دايره القضيه لتحت. الصلاه ثم الصلاه. شوف نكونوا كنديروا اي حاجه تكون وقيت الصلاه، الله يرحم بالوالدين، صلوا في الوقت. الصلاه في الوقت من اهم الامور، هو اللي كتعطيك واحد الطمئنينه انك دوز دير شي حوايج في نهارك، نهارك تيدوز مزيان. ما كنتيش كتصلي حاول تبدا تصلي، اهون من انك ما تكونش كتصلي نهائيا فهمتي. الا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله هو باش كيطمئن القلب، هذه ما يحيدهاش الطبيب كما تنقول. واحد الجواب من عند امين، دابا راه تناخذ سكرين شوت باش نقدر نحطه في الفيديو هنايا، قال لك عمرك تقول غادي ندير هذه الحاجه ولا نجربها من بعد اما دابا ولا بلاش. واحد القضيه حنا تنلاحظوها بزاف مثلا في السبور، التنس ولا في كره، دوك اللعابه ملي تيكونوا تيلعبوا تيبغي باسي ولا تيبغي يتيري ولا شي حاجه، دوك لي ديسيزيون اللي تيخدم واش كيتردوا بزاف. سيرتو مثلا في كره ان 11 لاعب تيلعب واش تلقى جوار تلقى شي باس خياليه لشي واحد القدام كي دار شافو مثلا انيستا مثلا مع البارسا ولا فابريغاس مع الارسنال، الله يسمح لهم ارسنال طيحتوا لينا المورال هاد لابيريود. باي ذا وي انا ارسنالي من 2000 واعتز انني اشجع هاد الفريق، وفريق دواء للديبريسيون، يعني تقدر تفرج في هذيك الفرقه وتشجعها ما تبقاش عندك ديبريسيون، كتولي عندك مناعه لاي حاجه. شنو قلنا سيدنا؟ قلنا على التايمين. انا مثلا في هادشي ديال الفيديوهات شنو استفدت؟ استفدت كتجيني فكره وما كنبقاش ندور واحد قايل لي درتها ولا صورتها كنوض كنشعل الكاميرا بحال دابا ندير الفوكس، تنشعل الكاميرا تنوض تنصور تندير المونتاج تنسى هاد الحاجه ما كنبقاش نفكر بزاف. وهضرت فيها في الفيديو اللي فات ديال الاوفر ثينكين، ما تبقاوش تفكروا في الحاجه، سيروا اكزيكيوتيو جربوها تيك اكشن فهمتي. راه اشهار نايك كانوا قدوك تسخت في تايم سكوير في نيويورك مكتوبين في ثلاثه الكلمات يسترداي يو سيد تومورو، البارح قلتي غدا. سالين هذه الخلاصه ديال هذا العمل كامل، قوه الموتيفاسيون، قوه الانرجي، حكا راك موتيفيتيني ومن بعد حكا راه الفيديو ديالك واعر وراه عجبني الحال وراني كدوز يومين كتلقى ما دارت شي حاجه. علاش؟ ديما هو كيقلب على ذاك لو سونتيمون ديال
راني تنجوي راني تنستمتع بالفيديوهات استمتع، ولكن عرف برا ما تاخذ لاكسيون ما كاينش الاستمتاع، كاين الخدمه والدمير والكرفي. نور الدين قال واحد الحاجه مهمه بزاف، قال لك بلي خاصك تستغل وقت الفراغ ديالك اللي هضرنا عليه قبيله، حيت غيجي واحد الوقت ما غتكونش مسالي دوماج ضيعت الحجر الصحي في الشاط مع دريه خويا. المهم واش كتهضروا 24 ساعه الله اعلم، مي تحيه ليك قلتي شي ريق باش تقول هاد الهضره، مي كما قلتي الفراغ خصو يستغل. عرفتي الحجر الصحي شحال استفدت به انا شخصيا؟ شوف الحلف لكم بالله شتي كون ما كانتش كورونا ما كنتش نوصل لهادشي اللي وصلتو في يوتيوب، كون ما كانش الحجر الصحي وهادشي اللي طرا دابا ما كنتش ندير فيديوهات بهاد الكميه هادي. علاش؟ قلت يلا نجرب، وكنت قلت لكم فخر الدين اللي عنده شين في يوتيوب هو اللي قال لي سليم دير 40 50 100 فيديو عاد حكم. اليوم يلا وصلنا الفيديو رقم 51 فيديو 51 اللي كنقول واه راه عدد قليل مقارنه مع المجهود، مي كتشوف يلا هذيك فيديو جوج فيديو تسمات يلا وصلت ل 51 فيديو، وتحاول تحط واحد البروغرام اللي تكون ستريكت فيه تخدم عليه. صافي انا كنعرف، وديما تحاولوا تطمحوا لحاجه اكبر. مثلا انا كنت كنصور في الدار في غرفه صغيره متواضعه، شطراسي ساتوريت تما ان كتصور بالليل، هلكت شويه صحتي واحد شويه حيت كنت كنصور مورا 12 الليل ديما، بزاف الناس ما كانوش عارفين هذه القضيه، حيت يلا كتكون بنتي ناعسه مرتي ناعسه يلا كتلقى الجو فين كاين السكات ما كاينش التبرزيط راك في الحجر الصحي كلشي في الدار، فما يمكنليش انا نبقى هكا ريتم ديال 6 شهور ما كتنعسش بالليل. راه واحد الايام والله راه وصلت حتى 4 شهور بالضبط ما نعسش كاع بالليل، تنعس بالنهار فيق الليل كامل، وهلكت صحتي انا زدت في الوزن زدت في زوج الحوايج. فمن اجل انني نقاد البروغرام ديالي اضطريت انا الحمد لله نكري هذا الاستوديو مع الدكتور عصام، اللي واحد الخطوه جريئه كتقول، وهذيك جات في واحد الكومونتير قال لك واش الواحد كيفاش غيضمن مستقبله؟ لا سير انت نهار بنهار، رزقك سيصلك باذن الله، داكشي اللي مخصبك الله راه يوصلك. فهمتي الواحد يدير ايفور وخير ريسكي ما يبقاش يفكر بزاف. انا مثلا كاري هذا لوفيس كاري الدار ما خدام عندي لا ساري لا والو غير هادشي ديال الانترنت، ونقدر نقول لك وغدا ما تبقاش عندي شين يوتيوب، وغدا ما يبقاش مرش مع امازون، وغدا ما يبقاش الايكوميرس، وغدا طفال الانترنت، وغدا ما يبقاش الضو. فما تبقاش تحت هذوك الاحتمالات الخايبين، حيت 90% هذوك الاحتمالات ما تيطراوش. شحال من مره سولوا راسكم كتكون انت مثلا في شي موقف غادي تقاد شي وراق في شي كوميساريه ولا شي مقاطعه ولا شي بلاصه، قلت لك كوميساريه شي مقاطعه، وكتخيل واحد السيناريو انهم ما يقبلوش الاخر، واحد السيناريو كتبقى دور في دماغك ساعه المكانه، مي ما كتمشي تقرا داك الغلط كتقدر لك عادي، ما كيبقاش هذاك السيناريو اللي انت كتخيل. ولا الناس اللي كيركبوا في الطياره كيبقى يتخيل ان الطياره وكذا راه تزعزعات ناري نموتوا، الى تيوصل سالم غانم ما كيطرى ليه والو. فهمتي فالواحد يكون بوزيتيف، وعاوتاني جو افكار نيجاتيف خلاص سرح صافي ما تبقاش تفكروا بزاف. ها اللي عجبني المختوم وانا ما عرفتش سميتها سيلفي، المهم انا نعتبروها حنا بنت، قالت لك كتبقى من احسن السنوات، تعلمت بزاف طورت من عقليتي وليت محب قراءه الكتب، وليت باغي نتعلم اي حاجه سواء ديزاين سواء برمجه او تسويق. هادشي اللي عجبني، هادشي اللي بغيت نسمع، ان اه كاين الازمه كاين كلشي، ولكن هذاك الضوء البسيط انك هاد التحديات اللي وقعوا تستغلهم بانك تطور راسك. الحمد لله راه كاين بزاف الناس شفتهم طوروا بواحد الطريقه اللي خياليه في الظروف هادي، ونكرهش كاع الناس يديروا بحال هكا يوليو يهربوا في النيفو. حميد قال لك الدرس انا عرفت بزاف ديال الناس طيبين منهم القناه ديالك، الله يخليك اخويا حميد وشكرا بزاف على السيبور ديالكم. اجمل جمله سمعتها لدابا هي من عند محمد شوقي، قال لك حتى حاجه ما دايمه وحتى حاجه ما تستاهل تمرض على قبلها، وتوكل على الله وتقاتل في هذه الحياه وعيش بالبال مرتاح. احسن قاعده تقدر ديرها يا اخي ويا اختي هي انك صافي كتولي هذاك الانسان اللي ما عنده ما يخسر، كتعيش نهارك عندك واحد الاهداف تخدم عليهم ما كتفكرش بزاف، وكيجيب الله التيسير والله وحق الله. شوف راه على نيتكم ترزقوا. تحيه لك اخويا محمد وعندك الصح، هذه الحاجه خص بنادم يديرها ديما في باله، ان حتى حاجه ما تستاهل انك تمرض عليها وتجيب الله التيسير. واحد الكومونتير عجبني من عند حبيبو، قال لك عمرك ما يكون عندك تفاؤل وحماس زائد، لانه غادي تولي تشوف الدنيا سهله بزاف وبالتالي ما تحقق والو. وعندك الحق اخويا حبيبو، دابا المشكل هو ديما خص الواحد يدير داك الشيء في الوسط، فهمتي الحماس الزائد والاخر كيقدر يأثر لك على دماغك ويأثر لك على لي ديسيزيون انت تاخذ، وتاخذ داك الشيء باستهتار وما تنجحش في داك الشيء اللي كدير. فالواحد هو اللي يقدر يكون واقعي في داك الشيء اللي كيدير ويحاول يمشي خطوه خطوه شويه بشويه. سيف بان قال لكم خديت فكره على تسيير المقاولات، الفرق بين المقاول وعبد الوظيفه. شوف وكل القضيه ديال الوظيفه والمقاوله كما قال سوينغا في ليبيزود ديال البودكاست، ماشي كلشي دار باش يكون سالاري وماشي كلشي دار باش يكون مقاول، فرق كبير. نقدر مثلا البروفيل ديالي حاليا ما نقدرش نكون سالاري، ولكن نقدر ننجح في المقاوله، فهمتي ندير داكشي ديالي بروجي ديالي الى اخره. لا ميم شوز، واحد سالاري ما يقدرش يكون مقاول، ولكن يكون بارفي في السالير ديالو في البوست اللي تيخدم في الشركه ولا شي حاجه، هي از رانين ايفريثينغ كما كنقولوا، هو اللي هاز كلشي فهمتي. فما يمكنش نقولوا ان الوظيفه خايبه، وما يمكنش نقولوا ان المقاول
الخايب، كل واحد وشنو تعطى ليه. حتى انا كانت عندي نظره في شكل على هذا الموضوع، ولكن فريمون تشوف الناس اللي كيخدموا بصالير وعندهم كيديروا شي حوايج اللي خطيرين بزاف، وشي وحدين عاوتاني تيديروا المقاوله داكشي ديالهم بوحدهم وواعرين بزاف، بجوجهم عندهم البوزيتيف والنيجاتيف. فالواحد ما يقولش الوظيفه راه خايبه، والواحد ما يقولش عاوتاني المقاوله انها راه شنو هي دير شي حاجه ديالك، فهمتي؟ جربهم جوج وشوف انت فاش ترتاح، فهمتي؟ انا عند شخصي كنفضل نخدم هكا فريلانس، فهمتي، ديال راسي، ولكن واحد اخر تيفضل يخدم بصالير ويكبر البوست ديالو ويولي تيدير شركات وبزاف الحوايج، فهمتي. سفيان كذا، سفيان قال لك سيدي كون قانع وحمد الله على النعم اللي عندك وما حسيتيش بها. القناعه كما كنقولوا كنز لا يفنى، وواحد الحاجه اللي معاوناني بزاف الحمد لله في هاد لابيريود ديال هاد الشهور اللي داز هي انني كنقنع باي حاجه. الحمد لله والشكر لله، ديما شكروا الله ان شكرتم لازيدنكم، ديما شكروا الله والحمد لله على النعم اللي نتوما فيها. عمرك سولتي راسك واش حياتي كامله 60 عام ولا 50 عام ولا 40 عام؟ حيت بزاف ديال الناس كيتفرجوا فلاشين ديالي لاج ديالهم كبير. واش عمرك جلستي نهار بالجوع ولا بالعطش؟ نو. تخيل انت كتعيش كل عام 365 يوم، ضربها في 60 عام، ما كاينش شي نهار ما كانش عندك رزقك ديال الماكله، ما كاينش شي نهار جلستي بالعطش، ما كاينش شي نهار جلستي بلا دار. فضروري انك تحمد على هاد الحوايج اللي كيبانوا كتا ساهلين وبساط، راه ناس اخرين ما عندهمش، راه ناس اخرين تعانيوا. وراه مثلا غير المبادره ديال الروائي اللي كتبعها في انستغرام، كتشوف ناس غير الماء كيعتبروا شي حاجه صعيبه باش يوصلوا ليها. هذا اللي مثلا حنا تنشربوها بحال هكا وتنغمضوا مثلا ما تنشوفوش، بالنسبه لهم هما راه شي حاجه اللي كبيره بزاف. فالواحد اللي كان قانع احمد الله، ما تنقولش اتقنع بالوضعيه ديالك وصافي ما تطلعش النيفو، ولا بالعكس قنع وطلع النيفو، وميم طون ما تنساش راه هذا الشيء عنده واحد لا فالور. اي حاجه عندك في دارك ولا في حياتك ولا غير والديك، لو في انك حداك حداك والديك، انا ما حدايش والديا نعمه، ان انت حداك خوتك انا ما حدايش خوتي نعمه، انك انت عايش في بلادك انا عايش في الغربه نعمه، انك عايش مع في واحد الجو عائلي كتشوف عائلتك يومي كتشوف باك امك يوميا انا ما تنشوفهمش نعمه، انا عاوتاني العكس عندي شين يوتيوب وكان عندي متابعين كتير نعمة، انك انت مثلا اخي العزيز قريتي الباك وشديتي الباك نعمة، انا مازال ما عنديش ما نقدرش انا نقرا في جامعة، انت تقدر تقرا في جامعة، فهمتي. فالواحد ما يكونش ديما تيشوف هو لا سيتوياسيون ديالو يا اخي بحاجة وانا لا سمح لي، لا انا هو اسوأ واحد في العالم. ما عمر شي واحد فينا حاليا يرانكي راسو هو اسوأ شخص ولا اسوأ حالة في العالم، ما يمكنش، مستحيل. ديما انت راك احسن من بزاف ديال الناس، ديما ديرها في بالك وما عمر يطيح لك المورال بهذه الطريقه. يونس قال واحد الحاجه مهمه، قال لك اكبر درس تعلمته في هذه السنه هو ما تقولش اسرار ديالك وما تثقش بزاف ديال الناس، لانه ما كاينش اللي غيبغي لك الخير اكثر من والديك. الناس فيهم انواع، فهمتي، وما عمرك تعتمد على الناس، اعتمد على راسك. هادشي اللي تنقول لك، ووالديك ديما راه تيدعو معاك. تخيل دابا انت كتهضر مع الوالده ديالك، اول الله يسهل عليك اولادي، ولا كتهضر مع باك تيقول الله يسهل لك على ولدي، الله ينجحك، ديما كيدعي معاك بالخير. فالناس كون معهم اصدقاء وكلشي، ما اعتمد على راسك. الناس راه فيهم انواع، والا نجحتي راه الناس كيبقاو بحال اللي مقروصين منك. هاد الظاهره كاينه في المغرب بزاف، وكاينه حتى في تركيا، في كاع الدول العالم كاملين، ان ملي كتوصل لواحد البوزيشن انك راك غالي مزيان، تيخرجوا وحدين من الجن ما تعجبهمش الحال، تيبغوا يهرسوك الى اخره. هادشي عادي بزاف، الواحد يتادابط ويكمل في طريقه. كما تيقولوا القافله تسير والهوهو تنبح، فهمتي، بلا ما نقولوا ديك الكلمه. نتمنى تكون في عجبكم هذا الفيديو، ريكورديت 40 دقيقه دابا، وما عرفتش شحال نطلع فيها في المونتاج. كان هذا فيديو نسميوها خواطر، فهمتي، هضرنا بيناتنا، ناقشنا شي امور، هضرنا من القلب. نتمنى تكونوا استفدتوا. حتى نتوما في لي كومونتير قولوا لي شنو هما الحوايج اللي كتساينوا في 2021 وشنو تبغيتو ديروا في 2021 ان شاء الله. ننجحوا كاملين، وديما تفكروا ان الحياه واحده وستعيشوا مره واحده يا اخي ويا اختي. فاستغلوا هذا الوقت، ديما ابتسموا وضحكوا وبقوا ايجابيين. نشوفكم في فيديو الجاي، وتهلاو في راسكم، اديوس.